الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب مدارس العبير الأهلية الصف الثاني الثانوي ومقررات، تحية طيبة. وبعد درس اليوم هو الدرس الخامس في الفصل الرابع بعنوان الكهروسالبية والقطبية. الأهداف: تصف كيف تستخدم الكهروسالبية لتحديد نوع الرابطة. لابد أن تعرف أن قيم الكهروسالبية هي اللي تحدد نوع الرابطة بين الذرتين المتجاذبتين. أن تقارن بين الروابط التساهمية القطبية والغير قطبية. أن تقارن بين الجزيئات القطبية والغير قطبية. أن تعمم خواص المركبات ذات الروابط التساهمية، بمعنى صح أن تتعرف على خواص المركبات التي يوجد فيها رابطة تساهمية. يعتمد الفكرة الرئيسية للدرس: يعتمد نوع الرابطة الكيميائية على مقدار جذب كل ذرة للإلكترونات في الرابطة. يبقى المركب فيه عبارة عن ذرتين أو أكثر، مقدار الجذب بينهم هو اللي يحدد نوع الرابطة. يعتمد نوع الرابطة الكيميائية التي تتكون في أثناء التفاعل على قدرة جذب الذرات للإلكترونات. هنشوف المقدار ده إزاي بيحدد نوع الرابطة. طبعا احنا عارفين الجدول الدوري، عندنا تعرفنا قبل كده على قيم الكهروسالبية اللي موجودة في الجدول الدوري. هذه القيم لا يوجد فيها المجموعة 18 لأن قيمات الكهروسالبية صفر، لأنها لا تتفاعل إلا في ظروف صعبة واستثنائية. أكبر عنصر في الجدول الدوري هو الأعلى على اليمين اللي هو الفلور F، قيمته 3.98 يعني تقريبا 4. أصغر عنصر هو الفرانسيوم 7/10. طيب هنا في قيم مختلفة، كل عنصر له قيمة من الكهروسالبية، بمعنى صح كأن كل عنصر له قوة معينة. العناصر التي على اليمين في الأعلى أقوى أو أفضل في الكهروسالبية من العناصر التي توجد على اليسار. فالفلور أكبر من الليثيوم والهيدروجين والصوديوم، الكلور أكبر على اليمين أكبر من اليسار الصوديوم وخلافه. يبقى دائما نعرف إن الكهروسالبية للعناصر التي على اليمين أكبر من العناصر الموجودة على اليسار. تعال نعرف إزاي إن قيم الكهروسالبية هي اللي بتحدد نوع الرابطة. والله لو إن عندي مثلا عنصر A وعنصر B، هشوف القيم الكهروسالبية بتاعتهم في الجدول الدوري. مثلا الصوديوم والكلور، الهيدروجين والكلور، مثلا الصوديوم والكلور، مثلا أي شيء، أي عنصرين لو كان الفرق بينهم أكبر من 1.7، يعني اطرح القيمتين من بعض، العنصر A والعنصر B اطرحهم من بعض، لو كان الناتج أكبر من 1.7 يبقى هذه الرابطة سوف تكون أيونية. إذا كان الفرق بينهم أقل من 4، فإنها سوف تكون تساهمية. إذا كان الفرق بينهم صفر، ومتى يكون الفرق بين الذرتين صفر؟ إذا كان نفس النوع من الذرات، يعني الذرتين ارتبطوا مع بعض من نفس النوع، فإنها تكون تساهمية غير قطبية. إذا كان الفرق في السالبية يكون بين مقدار 4 و1.7، فإنها تكون تساهمية قطبية. يبقى إذا كانت فرق القيمتين أكبر من 1.7 يبقى أيونية، بين 4 و7 تساهمية، أقل من 4 تساهمية، صفر تساهمية غير قطبية. لا يمكن أن تكون الرابطة الكيميائية ذات الذرة بين ذرات العناصر المختلفة رابطة أيونية أو تساهمية بالكامل. يعتمد نوع الرابطة على فرق الكهروسالبية بين الاثنين. ويكون فرق الكهروسالبية الكترونات الرابطة بين ذرتين متماثلتين صفر، يعني هيدروجين وهيدروجين صفر، أكسجين وأكسجين صفر، كلور وكلور صفر، صوديوم وصوديوم صفر. وفي هذه الحالة تكون الرابطة تساهمية غير قطبية أو تساهمية نقية. هنعرف معنى قطبية كمان شوي. يبقى نقية يعني من نفس العناصر، ما في عنصر مختلف. أما إذا كانت العناصر مختلفة وكان الفرق في السالبية كبير،
فإن هذا الرابط إما أن تكون آيونية أو تساهمية. إذا كان الفرق ولأن العناصر المختلفة لها قيم كهروسالبية مختلفة، لذا لا يتوزع زوج إلكترونات الرابطة التساهمية بين ذرات العناصر المختلفة بالتساوي، عشان عنصرين A و B مختلفين، فبالتالي الكهروسالبية لا تتوزع بالتساوي. يبقى دوت اللي باللون الأصفر هو شرح للجدول، والجدول سهل جدا. ال HCl الفرق في السالبية بين الاتنين، اطرح الاتنين من بعض، ادي ال Cl وادي ال H. واضح ان الكلور السالبية بتاعته اكبر من الهيدروجين اللي هو ال H. الفرق بينهم سالب بيساوي 96%، يعني اقل من 1.9، يبقى الرابطة تساهمية غير قطبية، تساهمية قطبية. طيب لو انت لاحظت ان الكلور اكبر من الاتش في السالبية، فبالتالي هيكون عليه شحنة جزيئية سالبة، والرمز ده هو رمز الشحنة الجزيئية السالبة، رمز اغريقي اس مغلقة من الاسفل وعليها سالب، والهيدروجين عليه شحنة جزيئية موجبة اس مغلقة وعليها زائد، يبقى ده رمز الشحنة الجزيئية السالبة والشحنة الجزيئية الموجبة. عندما يتكون شحنة جزيئية سالبة موجبة يكون هناك فرق في السالبية الكهربائية، ودائما السالب يكون على الأكبر والموجب يكون على الأصغر. وهذا المربع حدده عندك في الكتاب هو ملخص هذه الرسمة. ومن الخواص المميزة للجزيئات غير القطبية أنها لا تنجذب للمجال الكهربي، والجزيئات القطبية تنجذب. يعني الجزيئات القطبية يعني في اختلاف بين الذرتين، دي اسمها الجزيئات القطبية. يبقى الجزيئات القطبية في اختلاف بين الذرتين زي الكلور والهيدروجين، في اختلافة، يبقى ده مركب قطبي. طب عندما لا يوجد اختلاف يبقى مركب غير قطبي. طب المركب القطبي من مميزاته أنه ينجذب للمجال الكهربي زي المية، ولذلك لو أنت جبت بالونة وفركتها في فرو وبعدين فتحت البسبوز وجربتها من البسبوز، هتلاقي المية تنجذب إلى البالونة. ليه؟ لأن الماء مركب قطبي ينجذب إلى المجال الكهربي، أما المركبات الغير قطبية لا تنجذب إلى المجال الكهربي. طبعا القطبية بتغير في شكل الجزيء. أنا عند الرابطة HO يعني بين الهيدروجين والأكسجين رابطة قطبية، و الرابطة بين C و C L رابطة قطبية. ليه؟ لأن هناك فرق في السالبية القطبية، ومع ذلك نجد أن الماء مركب قطبي اللي هو HO، أما المركب C C L فهو مركب غير قطبي. طب ليه؟ مع أن الاثنين رابطة قطبية. تعال نعرف السبب في المشوار اللي جاي بكل بساطة. المية عندها شحنة جزيئية موجبة على اليمين واليسار، وفي الوسط شحنة جزيئية سالبة، لكن الاثنين ليسوا في اتجاه مختلفين، بمعنى هذا على اليسار وهذا في الأسفل. طب تعالى للسي سي ال 4، هنلاقي ان انا عندي السي في الوسط واربع ذرات هيدروكلور كل واحدة فوق وتحت ويمين ويسار. همثلها لك بالظبط زي طالب واقف في النص وفي اربع طلاب بيشدوه بالحبل من يمين ويسار والامام والخلف. لو ان الاربع طلاب متساويين في القوة هذا الطالب لن يتحرك من مكانه. ليه؟ لان الطالب اللي على اليمين قوته تلغي قوة الطالب اللي على اليسار، والطالب اللي في الاعلى قوته تلغي قوة الطالب اللي على الاسفل. فبالتالي في ان هنا السالبية بتتوزع بانتظام، فبالتالي المركب ده يكون غير قطبي مع ان الرابطة قطبية، لكن للأسف توزعت الشحنات بانتظام، اللي فوق تلغي اللي تحت واليمين تلغي اليسار، فبالتالي المركب ده يكون غير قطبي. اما هنا الاتش اللي على اليسار ليست عكس الاتش اللي تحت، واحدة يمين يسار واحدة تحت، خلاص يبقى المركب هنا قطبي لأن الشحنتين لا تتوزع بانتظام.
كده مفهوم يا شباب؟ يبقى هنا الرابطة قطبية وهنا الرابطة قطبية، لكن المركب ده غير قطبي والمركب ده قطبي، لأن هنا الشحنة تتوزع بانتظام، أما هنا فالشحنة لا تتوزع بانتظام. ده ملخص اللي احنا قلناه، إن هنا رباعي الأوجه أي متماثل فيكون غير قطبي، أما هنا غير متماثل فيكون مركب قطبي. ممكن تحدده عندك وتقرأها وتستوعبها إن شاء الله. الذوبانية، شوف في بعض المركبات بتذوب في بعض، يعني مثلا الملح ذائب في الماء، لكن لما حصل تسرب للنفط في المية النفط لا يذوب في الماء. زي بالظبط ما تجيب كوباية مية وتحط عليها الزيت، تلاقي الزيت فوق والمية تحت. طب ليه الزيت لا يختلط بالماء؟ لأن في قاعدة بتقول أن المركبات القطبية تذوب في المذيبات القطبية، لازم الاتنين يكونوا قطبيين، والجزيئات الغير قطبية تذوب في المركبات الغير قطبية. يبقى إذا كان مركب قطبي ومركب قطبي يذوبوا مع بعض، مركب غير قطبي ومركب غير قطبي أيضا يذوبوا مع بعض، أما إذا عكسنا جبنا مركب قطبي ومركب غير قطبي لا يذوبون في بعض، مثل المية مركب قطبي، الزيت غير قطبي لا يذوبوا في بعض. يبقى عرفنا قابلية الذوبان أن المركبات القطبية تذوب في المركبات القطبية، أما الجزيئات غير القطبية فتذوب في الجزيئات الغير قطبية. يبقى المذيب يذيب شبيهه، لازم الاثنين يكونوا من نفس الجنس، يعني قطبي مع قطبي وغير قطبي مع غير قطبي. خواص المركبات التساهمية، لو جبت ملح وسكر وحطيتهم على اللهب بنلاقي ان السكر ينصهر بسرعة. ليه؟ لان السكر من المركبات التساهمية له درجة انصهار منخفضة، اما الملح من المركبات الآيونية، وده بسبب قوة الرابطة الآيونية. طبعا تختلف هذه القوة، ولكنها أضعف من قوى الرابطة التي تربط بين الذرات في الجزيء أو بين الأيونات في المركب الأيوني. يبقى الرابطة في المركب الأيوني قوية، فبالتالي يكون من الصعب كسرها بسهولة مثل المركبات التساهمية. ترجع خواص المركبات التساهمية إلى القوة التي تربط بين الجزيئات لأنها ضعيفة. يبقى عندي مثلا جزيء مية وجزيء مية هيرتبطوا ببعض، الرابطة بين الاتنين ضعيفة، لذا تكون درجات انصهار هذه المواد الغليانية منخفضة مقارنة بالمواد الآيونية. يعني مثلا ملح الطعام بينصهر عند 600، المية بتنصهر عند صفر. طيب يبقى دي أول خاصية، أن المركبات التساهمية درجة انصهارها وغليانها منخفضة. طيب وجود الكثير من المواد من المركبات التساهمية في الحالة الغازية، يبقى المركبات التساهمية معظمها في الحالة الغازية، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، كبريتيد الهيدروجين. حتى أن المركبات التساهمية الصلبة لينة ضعيفة زي شمع البرافين، الدهون كلها مواد صلبة لينة. المواد التساهمية الشبكية، هذه المواد بتكون مواد قوية نسبيا أكبر من المواد الصلبة الجزيئية، لأن الذرات بتترتب بطريقة قوية جدا مثل الألماس. تكون المواد الصلبة التساهمية الشبكية هشة وغير موصلة للحرارة والكهرباء، وأيضا تكون شديدة الصلابة. وتحليل الألماس نجد أنه خواصه أنه شديد الصلابة، فترتبط كل ذرة كربون بأربع ذرات كربون أخرى، وهذا الترتيب الرباعي الأوجه يشكل نظام بلوري شديد الترابط له درجة انصهار عالية. يبقى أنا عندي مواد صلبة تساهمية شبكية قد يكون ضعيفة أو قوية مثل الألماس بسبب الترابط القوي. وبكده يا شباب نكون خلصنا الدرس الخامس في الفصل الرابع. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.